اول حاجه انا بجيب عندي الدجاج بالنسبه للمقلوبه، هننزل مقاديرها ونشوف هنعملها ازاي. انا بجيب عندي الدجاجه بتاعتنا وببدا ان انا اقسمها على 8 قطع، بشيل منها الجلد، وبعد ما اشيل منها الجلد بنضغسلها كويس جدا ونقعها في خل وليمون، عصير ليمون، تمام. بعد كده بقوم جايب عندي البتنجان الرومي مقطعه عندي شرايح ومديله ملح خشن عشان ينزل المراره اللي فيه وفي نفس الوقت ما يشربش زيت. بعد ما انزل الميه اللي فيه بقوم اليف الزيت، بعد كده بحط على المنشف مطبخ، فبيبقى عندي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. عندي بطاطس عندي بقطعها عندي شرايح وما ارش عليها قوي في السوى، تمام، ما ارش عليها قوي في ايه، على في القلايه بطلعها. عندي جزر نفس الكلام بقطعه شرايح وانزله عندي الزيت. بعد كده عندي فلفل رومي اخضر نفس الكلام. طيب الدجاج ده بعمل فيه ايه بقى؟ ببدا ان انا اتبله بملح وفلفل وميه بصل وبابريكا وشويه كركم وبشر طماطم، وابدا اديله يعني زي اشوحه على النار الاول، بعد كده ببدا احطه عندي في قاع الايه الفرن او الطبق اللي انا هعمل فيه راك او الحله اللي عندك، والحله هوريها لك ازاي اللي انت تعرفي تقلمي اللي فيها المقلوبه. بعد كده عندي رز بسمتي، بعد كده بعمل له خلطه محترمه جدا من القرفه والبهارات والبصل والطماطم، وبعد كده عندي شوربه الخضار اللي انا هبدا اسقي بيها في الاخر خالص. يلا بينا نشوف هنبدا ازاي. اول حاجه بجيب عندي الدجاج وببدا اللي انا اصفيه من الميه، تمام، صفيه من الميه كويس جدا. طبعا انا غسله كذا مره لكن انا اقف ليمون اضمن 100% نفوذ زفاره. بعد كده باخد الحاجه ديت واشيل منها الجلد بتاعها، تمام، بنحي منها الجلد، وببدا اللي انا احطها عندي في بوله هنا عشان هنبدا اللي احنا نديها التتبيله بتاعتها. ولو في حته كبده وقوانص وبتاع سيبيها برده، حطها في المقلوبه على فكره مش هتقول لا يعني، وده اللي انا عملته دلوقتي قدام حضراتكم. بعد كده ببدا ان انا اجيب عندي الدجاج ده وببدا ان انا اديله التتبيله بتاعته، احطه هنا كده واجيب عندي مجموعه التوابل ديت، الملح والفلفل، ده كمون هنشيله، بصل، تمام، شويه مقلوبه ان شاء الله تاكل صوابعك وراها، وبعد كده عندي شويه من البشر الطماطم، بعد كده عندي شويه من البابريكا، وبعد كده عندي شويه من الكركم على الدجاج. تمام كده خلصنا التتبيله بتاعتنا ديت. بعد كده بقوم جايب عندي زيت الذره وانزل عليها شويه صغيرين من زيت الذره، وببدا اخد عندي الخلطه دي كلها مع بعضها واسيبها عندي في الثلاجه لمده لا تقل عن ساعتين اتنين عشان نعمل المقلوبه صح وتبقى طعمها حلو ويبقى فيها نفس، ان انت تسيبي الحاجه ديت التتبيله ديت لمده ساعتين اتنين فين في الثلاجه. حط عندي ميه بصل كمان. تمام جدا. بعد كده بقوم واخد عندي الدجاج ده هو بعد ما اتبل التتبيله بتاعته المحترمه ديت، وببدا ان انا اعمل له ايه، اروح عندي على النار عشان هبدا ان انا اشوحه معايا كويس جدا قبل ما ادخله عندي الايه الفورمه. هجيب عندي الماسك، بسم الله الرحمن الرحيم، هعلي هنا النار، احط عندي شويه زيت صغيرين وابدا ان انا امشي الزيت على الطاسه، وبعد كده بجيب عندي الدجاج بتاعنا وابدا ان انا اشوح فيه الايه اشوح الدجاج ده في الطاسه اللي عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نعمل الخلطه اللي انا هعملها للمقلوبه نفسها. الفكره ان احنا ممكن نحط الحاجه ديت مع الخضار ونحط عندنا الرز وبعد كده نقوم حاطين عندنا الشوربه، لكن انا بحب طعم الشوربه اكتر. فبعمل ايه؟ بحط عندي شويه زيت صغيرين هنا على النار، تمام، اختم الرز كده لوحده هنا مش ختمه كامله لكن اشوحه واديله الميه، وبعد كده اقوم حاطه على المقلوبه، وده احسن بكتير جدا عشان لما نيجي نقلبها تطلع مظبوطه. عندي بقى الحله اللي عندي هنا على النار احط فيها البصل، تمام، وعلى فكره طالما عندك اي حلل من السيراميك او اي حلل من الجرانيت ممكن انت تشتغلي من غير اي ماده دهنيه على فكره، لاي حاجه، للحوم، من غير سمنه ولا زيت ولا اي حاجه،
حلل الجرانيت دلوقتي اللي نازله في السوق، تقدري على فكره انت هتشتغلي منها من غير زيت ومن غير زبده. احط عندي البصل اشوحه عندي على النار على ما يتشوح شويه، اقوم واخد عندي الدجاج بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا ان انا اقلبه. ده اللي انا عامله الايه للمقلوبه اللي احنا عاملينها، فكل ده بيتشوح الاول مع بعضه. اتفقنا هنشتغل ممكن في حاجتين اتنين، لا اما هشتغل في الطبق بتاعنا، طبق السفره المحترم بتاع طبق البورسلين بتاعنا بتاع ريك الجميل المحترم، بيخش الفرن ما فيهوش اي مشكله خالص ويطلع على طول على السفره، او تقدري انت تقلبيه بعد ما يطلع، ولازم تتاكدي من اللوجو اللي موجود هنا اللي هو مكتوب ريك. لاي طبق هتجيبيه من المنتج ده لازم تتاكدي من اللوجو ومن علامه الجوده بتاعته. طيب، او ممكن نعملها في حله عندنا تكون ستريت زي دي كده، نقدر ان احنا نعملها فيها برده هتطلع معانا مظبوطه ان شاء الله. احنا جبنا الدجاج بتاعنا وقسمناه على 12 قطعه او 8 قطعه، جميل جميل، شلنا منه الجلد غسلناها كويس، بعد كده نقعناها في خل وادينا لها معلقه دقيق وعصير ليمون، بعد كده صفيناها ونقعناها في ميه تاني فيها شويه خل وليمون، ضمننا ان مفيش اي فازه فارغ. خدناها وحطينا فيها تتبيله، ميه بصل وشويه الملح والفلفل وشويه كركم صغيرين، وبعد كده حطينا شويه بابريكا وشويه زيت ذره ومي بشر طماطم، وقلبنا الخلطه ديت كلها وسبناها في الثلاجه ساعتين اتنين. بعد ما طلعت بدات اللي انا اشوحها عندي على طاسه عندي على النار زي ما انت شايفه كده بدون جلد. طيب بعد كده ببدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اللي انا اجيب عندي الخضار بتاعنا اللي هو البتنجان الرومي، كل ده مقلي مقطعه شرايح وقليه في الزيت. طيب وصلنا لحد هنا وستوب، خدنا بقى الرز انا بشوحه اللي انا هعمله للمقلوبه، فشوحت عندي البصلايه، وبعد ما شوحتها عندي كويس جدا ببدا انزل على البصلايه نفسها بشويه قرفه شويه بهارات، وبعد كده بقوم واخد عندي مكعب مرق ضايفه عليها مرق خضار، وبعد كده ابدا ان انا اقلب الخلطه دي كلها ايه مع بعضها. بعد كده بقوم واخد عندي حوالي طماطمتين اتنين ابشرهم واقوم ضايفهم هنا، تمام الخلطه ديت يعني حاجه ايه وهم ان شاء الله تستعجبكم جدا. بعد ما خدنا الخلطه ديت ادي البصل مع القرفه مع المكعب المرق. طيب بعد كده بقوم واخد ايه بقى؟ اقوم واخد عندي الميه السخنه اللي بتغلي عندي على النار، وابدا ان انا انزلها عندي واسيب الكلام ده يغلي عندي على النار بقى غلوه محترمه. تمام جدا كده، تمام جدا. طيب يبقى احنا كده علقنا على الخلطه دي حلوه قوي اللي احنا عاملينها بالقرفه وعاملينها بالطماطم والبصل وشويه الملح والفلفل، وسيبناها عندي تبدا تغلي عندي على النار. باخد هنا سنه زيت بسيطه جدا، سنه زيت بسيطه هنا جدا زي ما اتفقنا. هنعمل ايه؟ هنشتغل عندي في الطبق بتاعنا طبق ريك ده، وهنبدا نعمل فيه المقلوبه بتاعتنا. طيب اقوم دهنه كويس جدا، وعلى فكره هو مش يعني هو مش محتاج دهان اصلا لان هو مش هيلزق في الحاجه، ما شاء الله جربنا فيه حاجه اكتر من كده. وتاني حاجه اللي هو توزيع الحراره اللي موجود في الطبق نفسه، فطبق اعملي فيه اللي انت عايزاه وهتلاقيه برضو زي ما هو بنفس اللمعه بنفس النقشه اللي عليها، ومش هتلاقيه يبهت معاك نهائي سواء على البوتاجاز او في الفرن. طيب نعمل ايه بقى؟ يلا بينا. احنا خلاص علقنا على كل حاجه، هناخد فاصل بسيط، هبدا بعد الفاصل ان شاء الله هنبدا نركب مع بعض المقلوبه ديت بطريقه بسيطه جدا وسهله. احنا خلاص الاساس كله اتعمل، اول حاجه بجيب عندي الدجاج عندنا بعد بلاش دي تتحط من تحت، دي اللي تتحط تحت عشان لما اجي اقلب الجزء ده هو اللي يبان اللي هو الجزء اللي واخد بومبي ده من فوق. هحط اول قطعه كده هنا في الطبق وتاني قطعه هنا، والباقي ده نبدا نرصه فين؟ في الحله اللي عندنا. ابدا اخد اول قطعه اهي وتاني واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. جميل جميل، شويه الصوص دول يعني اوعى ترميهم، ده دول اللي فوق الشفه دول، خدهم شويه كده وهنا وشويه هنا. تمام تمام. طيب بعد كده نقوم عاملين ايه بقى؟ بعد كده نبدا نحط عندنا الحاجه اللي هي بتبقى طريه الاول اللي هي البتنجان عندنا عشان نعمل منه طبقه.
جميل اهو. وبعد كده نقوم واخدين عندنا شرايح بطاطس، تمام، نبدأ نوزعها عندي في الطبق حوالي 4 من فلفل الألوان، الفلفل الأخضر الرومي، عندي جزر نبدأ نوزعه واضغط عليها ضغطة محترمة عليها. تمام. نفس الكلام برضو هبدأ ان انا اعمل الموضوع ده هنا في الحلة اللي عندي، اجيب عندي البتنجان اللي انا محمره في الزيت. طب هو الطبق ده هينفع يخش عندي يتحط على النار؟ ينفع. طب ينفع يخش الفرن؟ ينفع، يعني الاتنين هيشتغلوا معاك. فلفل الوان ببدأ ان انا اوزعه هنا، وبعد كده بجيب عندي كم طماطم شرايح، كل الحاجات ديت زي ما اتفقنا مقليه ما عدا طبعا الطماطم ما بتقليش، وتبقى عندي كده الموضوع عندي تمام التمام. طيب شويه الخضار دول على فكره احنا ممكن نعمل بيهم مقلوبه تكون ساده من غير دجاج ومن غير لحمه. طيب بعد كده بقوم جايب عندي القوانص والكبد حاططهم هنا، جميل، واوزع عندي الكلام ده، واروح جايب عندي الرز بتاعنا، تمام، واقوم موزع هنا الرز بتاع البسمتي برضو عليها من هنا، ونوزع الرز، وهنا اوزع عندي الرز بتاعنا هنا كده، جميل. طيب بعد كده بقوم واخد ايه بقى، هاخد عندي الشوربه بتاعتنا اللي احنا عملناها عندي على النار، وابدا ان انا اسقي بيها، ممكن ازود بس شويه ميه صغيرين كمان، والملح بتاعها مظبوط وكله تمام. طيب اجيب بقى بعد كده اللوش وببدا ان انا اسقي بيها المقلوبه بتاعتنا ديت. وعندك حلين اتنين، يا اما حضرتك تقوم واخداها حطاها في الفرن او تحطيها عندك على البوتاجاز، الاتنين الله يشتغلوا معاكي وزي الفل. تمام، هجيب عندي الفويل اسيبها عندي على النار تغلي غلوتين اتنين، وبعد كده اجيب عندي الفويل بتاعنا واقوم مغطيها ومدخلها عندي الفرن. طيب اللي موجوده هنا في الحله ابدا اسقي بيها برضو نفس الكلام اهيت، تمام جدا وتمام، ونقوم مغطين عليها ورايحين عندي هنا على الفرن بتاعنا. تعالوا نقفل عليها الفويل، الطبق بتاعنا المحترم زي ما اتفقنا، عندك حلين اتنين، يا اما تحطيه على البوتاجاز لا اما تدخليه عندك الفرن. تعالوا ناخده عندنا ونوديه عندنا الفرن على درجة حرارة 180 لحد ما يبدأ الرز عندي يختم معايا ويستوي معانا. واحنا نقدر نعمل المقلوبة ديت باللحمة، طبعا ينفع نعملها باللحمة ما فيهاش اي مشكلة خالص، نفس الكلام، بس اللحمة مش هينفع احنا نشوحها كده، اللحمة هنسلقها وبعد كده ناخد الشوربة بتاعتها ونشتغل بيها بنفس الخلطة اللي احنا عملناها، تطلع ان شاء الله معانا مظبوطة وزي المقلوبة. في واحدة في الفرن وواحدة فين على النار، واحدة احنا حاطينها في الطبق بتاعنا طبق اراك قدام حضراتكم اهيت، ومغطيين عندنا بالفويل. تعال نكشف كده ونشوف الموضوع ماشي ازاي. اوعى الكلام بقى، اصحى بقى للكلام، تمام، ختم اهوت ولا نيجي ناحيته خالص زي ما هو، شكرا. وهنا برضو نفس الكلام، تعالوا نبص عليه، الله اكبر، تمام، بحب املى الحل انا كده يعني، ما تقلقوش يعني تعمليها في حل اكبر شويه. الرز بدأ ما شاء الله، بص عامل ازاي، اقوم مغطي عليها ومهدي عليها النار بقى لحد ما تبدأ اللي هي تستوي وتكمل التسويه بتاعتها. انا مغطي الفويل عشان اكتم كل البخار ما يطلعش، وتبقى ايه طالعه مظبوطه تمام التمام. في الاخر خالص وانا بقلب المقلوبه عندي حل ممكن اعمله كويس قوي، اللي انا اقوم اعلي النار بالظبط لمده 5 دقائق، تكوني جنبها عشان لما شميت ريحه شطه تقومي شايلاها. شويه النار اللي في الاخر دول بيظبطوا لك المقلوبه قوي، سواء من اللحمه او من الدجاج. اول حاجه يديكي وش تحمير، وتاني حاجه بيمسكها لك كلها على بعضها زي ما يكون بيغلف لك المقلوبه، فلما تيجي تقلبيها بفضل الله تطلع معاكي مظبوطه ان شاء الله. ادي المقلوبه بتاعتنا، ضغطت على الرز كويس قوي،
بجيب عندي بعد كده الستاند بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. على قد ما اقدر بس كام تخبيطه كده من فوق. يعني هتهدل على فكره يعني، هي مش هتسكت، انا عارف، انا والله بقول ايه. هوب بقى، استني، زي ما انت والله، زي ما انت زي ما عايزه طبق كبير يا جماعه، طبق كبير شكلها حلو وكل حاجه، لكن انا عارف ان هي هتهدل، فمفيش مشكله. عايز الطبق الكبير بقى، الاستني الكبير، وارجعها تاني وهتبقى احسن من الاول. عادي عادي عادي، تعالى 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 عادي، مفيش مشكله، بتحصل بتحصل عادي يعني. الحاجه استوت على فكره وكله تمام، بس هي الفكره اللي هي ايه، ما اتقلبتش اسطمبه طبيعي، اللي هي لان لسه ما هي يعني المفروض تهدى شويه، وبعد كده نبدا ان احنا نقلبها عشان تسمغ كلها مع بعضها، فطبيعي مفيش مشكله. حطيتها تاني وكبست عليها الرز، واقوم جايب طبق اكبر وتهدي، بس بقى عايزه بقى خلاص عملنا اللي علينا. ماشي يا حاجه، براحتك 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 خالص، يعني اللي انت عايزاه بس. تمام، خلصت كده المقلوبه، وبعد ما قلبناها اهيت هنديها شويه من البقدونس المفرومين. مش عايز اقول لك الريحه اصلا عامله ازاي، بالهنا والشفا، وشويه بقدونس كده مفرومين عليها من فوق، وزي الفل. انت عايزه بقى تظبطيها من فوق، تقدري تعمليها زي ما اتفقنا، تسيبيها تهدى شويه، تطلع لك الاسطمبه بالظبط اللي انت بتقلبي بيها.